حظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكوميه وصلت الى 1.8 تريليون جنيه خلال العشر سنوات الماضيه حيث وضعت دوله تطوير محافظات الصعيد على راس اولويات اجندتها الوطنيه وتحول صعيد مصر خلال الفتره الماضيه الى قصه نجاح وطنيه اشادت بها العديد من المؤسسات الدوليه بعد عقود من الاهمال والتهميش لصعيد مصر حرصت الدوله منذ تولي الرئيس السيسي على الاهتمام بمحافظات الصعيد ووضع تطويرها على راس اولويات اجندتها الوطنيه ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق المتأخرة تنمويا ليحظى المواطن بحياة كريمة منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد ودع صعيد مصر عقودا من الإهمال والحرمان والتهميش بفضل ثورة الثلاثين من يونيو وتجسد ذلك بصورة كبيرة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي بلغت محافظة الصعيد المستهدفة فيها نحو 68% من المرحلة الأولى وتم تنفيذ مشروعات بها بنحو 240 مليار جنيه. بالتزامن مع احتفال المصريين بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، أصبح للصعيد وجه آخر بعد ان انتهى بشكل كامل من تنفيذ 3196 مشروعا بقيمه اجماليه تبلغ 9.7 مليار جنيه من اجماليه 4453 مشروعا جاريا ومنتهيا باستثمارات اجماليه تبلغ 16.39 مليار جنيه حيث تم تشغيل هذه المشروعات وإتاحه خدمتها للجمهور وفي اطار دعم بيئه الاعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص فقد تم الانتهاء من تطوير وتشغيل 23 مركزا تكنولوجيا لخدمه المواطنين والاعمال بكافه مراكز محافظتي سوهاج وقنا بالاضافه الى الانتهاء من تنفيذ خطط دعم وتطوير اربعه تكتلات اقتصاديه و بالمحافظتين. أعمال التطوير مستمرة على قدم وساق في محافظات الصعيد لتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية الحضرية وتطوير الواجهات النيلية وهي مشروعات من شأنها أن تتيح فرص عمل مستدامة وتعزز القيمة الجمالية والتخطيطية لمدن المحافظات المستهدفة ومن المتوقع الانتهاء منها في الثلاثين من يونيو من عام 2024 ولضمان استدامه الممارسات الجيده لخطه تنميه الصعيد سعت الدوله الى تدريب الكوادر على اداره الاصول العامه والموارد الذاتيه في تنفيذ المشروعات لزياده الاستثمارات كما تم الانتهاء من تدريب كافه رؤساء المراكز والقرى ومسؤولي وحدات قرى ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك على الممارسات التي تضمن استدامة الأثر التنموي لمشروعات المبادرة. وجه الصعيد الجديد تحول إلى قصة نجاح وطنية أشادت بها العديد من المؤسسات الدولية، حيث تم إدراج برنامج التنمية على منصة الأمم المتحدة كأحد أهم البرامج المحققة لأهداف التنمية المستدامة في العالم. وهو ما عكس اهتمام الدولة بتحويل المناطق الأكثر احتياجًا إلى وجهات حضرية ضمن خطواتها للمضي نحو الجمهورية الجديدة